إلى ختام برنامج صيفك على كيفك الذي نظمه مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع نادي الجولف والرماية في الشارقة للسنة الثالثة على التوالي لتعزيز جودة الحياة والرفاهية للطلبة وتطوير مهاراتهم الرياضية. تفاصيل أكثر تأخذنا إليها الزميلة مريم رضوان من خلال تقريرنا التالي، نتابع. من أجل تطوير المهارات الرياضية للطلبة خلال العطلة الصيفية، نظم مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع نادي الجولف والرماية في الشارقة برنامج صيفك على كيفك، والذي يستهدف الفئة العمرية من 10 سنوات وحتى 16 سنة. يتضمن البرنامج 5 ألعاب اللي هي من ضمنها غرفة الهروب والبينت بول، رمي السهام والسباحة والرماية. فكل لعبة حيكون فيها إن شاء الله 20 طالب، وعدد المشاركين وصل لـ90 مشارك معانا. اليوم جدا استمتعت في هذه المبادرة اللي كانت تعم بالروح الإيجابية، وطبعا نوجه جزيل الشكر والعرفان إلى مجلس الشارقة للتعليم اللي دائما في كل مبادرة يحطون بصمتهم وأنهم يسعون إلى أن تكون روح الإيجابية في كل شاب. يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب الطلبة على جميع الأنشطة الرياضية المنوعة وتنمية مهاراتهم الحركية وسرعة ردود الأفعال لتنمية المفاهيم التي تؤهل الطالب لاكتساب هذه المهارات في جو يسوده المتعة والتعلم عن طريق قدرته على التعبير عن رغباته وتكوين مفهوم إيجابي عن ذاته. اليوم تعلمنا وايد أشياء مثل روح التعاون وروح المنافسة، وحبيت أشكر مجلس الشارقة للتعليم على توفير هذه الفرصة اللي خلتني أستغل وقت فراغي بشيء وايد حلو. اليوم تعلمنا روح التعاون والتنافس والمشاركة، وكتير يعني استمتعنا وقضينا وقت فراغنا. اليوم شاركت بشارجة بلين بول بارك واستفدنا كتير وبسطنا، يعني شيء حلو يعني بالعطلة الصيفية. صيفك على كيفك برنامج يعبر عن حرص القائمين عليه بمجلس الشارقة للتعليم للسنة الثالثة على التوالي في تنمية سلوكيات ومهارات الطلبة وفق أفضل الممارسات. وللحديث حول حصاد ثمار برنامج صيفك على كيفك يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة شيماء عبد الله الحوسني رئيس قسم الأنشطة والمهارات الطلابية بمجلس الشارقة للتعليم. أهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا فيك. أهلاً. بداية أستاذة، حدثينا عن فكرة إطلاق برنامج صيفك على كيفك. طبعا بالبداية سعدنا أن استضفتونا في البرنامج الرائع. فكرة انطلاقة برنامج صيفك على كيفك هي الفكرة انطلقت من مبادرة مهارات. المبادرة تتضمن عدة مسابقات وورش تدريبية وترفيهية وبرامج تخصصية متنوعة. البرامج طبعا هذه احنا كلها ننسقها مع دوائر وجهات ومؤسسات مجتمعية وفق التخصصات التي يهدف لها المبادرة لتطوير الطلاب وتنمية قدراتهم. برنامج صيفك على كيفك للسنة الثالثة على التوالي، البرنامج يهدف إلى تعزيز جودة الحياة والرفاهية للطلبة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات رياضية في نادي الجولف والرماية في الشارجة، والتي تهدف إلى تطوير المهارات الرياضية للطلاب. بدأ برنامج صيفك على كيفك، طبعا الكل كان يعرف خلال الأزمة والجائحة كان ما في خروج للطلاب خارج وما في فعاليات خارجية، فكنا احنا مسوينا اياها على شكل برامج توعويه وجداول كيف الطالب يستثمر يومه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بمجلس الشارقة للتعليم، وكان في تفاعل كبير بين الطلاب. لكن هالمره حبينا احنا نكون موجوده على ارض الواقع ونستغل ونستثمر وقت الطالب. نعم استاذة، ما الثمار التي تسعون ان تحصدونها يعني خلال هذه الفتره؟ طبعا بالبداية يعني احنا لازم نعرف الطالب هذا، نحصد ثماره بيعزز من جودة حياته وسعادته، بينمي عنده مهارات حركية خاصة احنا في الإجازة الصيفية، فنستغل ونستثمر وقت الطالب.
إضافة إلى ذلك راح يبرز عندنا أو نستكشف عندنا الطلاب الموهوبين في المجال المعين. مثلا عندنا مجال الرماية راح نكتشف من الطلاب الموهوبين ونقدر إحنا نخليهم يشاركون معانا في البطولات الرياضية اللي يقيمها مجلس الشارقة للتعليم. نعم جميل. أيضا أستاذة شيماء، مجلس الشارقة للتعليم في هذا الصيف أطلق يعني سلسلة من البرامج الصيفية، فما الذي يميز برنامج صيفك على كيفك؟ من اسمه صيفك على كيفك، الطالب هني يعيش اليوم والجو مثل ما هو يبغى، لأن هني احنا نتجه للاتجاهات الترفيهية في صيفك على كيفك. يعني احنا ما شاء الله البرامج اللي عندنا بالصيف تقريبا برامج تثقيفية، برامج توعوية، برامج فيها دبلومات، لكن صيفك على كيفك يتميز ان الطالب ينفس عن نفسه ويستغل صيفه باكثر وقت ممتع بالنسبه حقه. نعم، بالحديث عن المشاركين استاذه شيماء، يعني اكيد هناك تفاعل يعني من قبل المشاركين في هذا البرنامج، يعني خاصه ان تنوعت يعني هذه البرامج. التفاعل الصراحة كان جدا جدا كبير. الطلاب يعرفون موقع مجلس الشارقة للتعليم ويقدرون يدخلون بوابة الطالب ويشوفون البرنامج على البوابة، فما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني وصلنا فوق العدد المتوقع، وفي وايد عندنا قوائم في الانتظار، لكن احنا يعني كنا ملتزمين بعدد معين، فكان الإقبال جدا جميل والأطفال استمتعوا وقضوا وقت جميل، حتى أهلهم كانوا موجودين معهم، فكان يعني الموضوع أنه إحنا استغلينا وقت العائلة ووقت الطفل والطالب نفسه. نعم، ماذا عن الفعاليات الأخرى القادمة أستاذة؟ هل هناك فعاليات أخرى وبرامج أخرى يعني يتم تنظيمها من قبلكم للأطفال وللمشاركين؟ أكيد أكيد، في عندنا الفعاليات كثيرة وبرامج كثيرة. طبعاً اللي حاب يعرف عن برامجنا وفعالياتنا يشوف مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بمجلس الشارقة للتعليم، وعندنا أيضاً موقع مجلس الشارقة للتعليم، في هذا الموقع تنحط فيه كل الفعاليات اللي يطرحها مجلس الشارقة للتعليم، فالطالب وولي الأمر يقدرون يختارون البرنامج أو النشاط اللي يناسبهم، سواء كان النشاط هذا خلال فترة الصيف أو فترات الإجازات الدراسية للطلبة أو خلال الأيام الدراسية للطالب نفسه. نعم جميل، ذكرتي أن يعني هناك مواقع يمكن يعني من خلال هذه المواقع يعني حجز مقعد أو حجز مكان يعني في هذا البرنامج، لو تذكري لي أستاذة ما هي هذه المواقع؟ يعني هل هي عن طريق يعني الموقع الخاص بالمجلس أو مثلا عن طريق مثلا الحساب الخاص بالإنستغرام؟ طبعا الطالب يقدر يسجل بالموقع الخاص بمجلس الشارقة للتعليم ويكون يدخل في بوابة الطالب، يكون معه طبعا ولي أمره، لأن الطالب لازم يسوي حساب، فمن يدخل الطالب ويسوي حساب على بوابة الطالب يقدر يشوف كل الأنشطة اللي تخص الطلاب، سواء يعني بكل مختلف الأعمار من تقريبا 6 سنوات ل 18 سنة، الطلاب يقدرون يدخلون يشوفون كل البرامج الموجودة، وبالإضافة إلى إنستغرام مجلس الشارقة للتعليم. جميل جميل، كلمة أخيرة أستاذة شيماء توجهينها للسادة المشاهدين وأولياء الأمور. أنا حابة أشكر كل أولياء الأمور اللي شاركونا في كل برامجنا الصيفية، وحابة أشكر كل الطلاب وتفاعلهم معنا في هذه البرامج وإنجاحها، وإن شاء الله يعني راح تكون عندنا برامج أكثر خلال الأيام القادمة وخلال الأشهر القادمة، فخلهم يطلعون على المواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمجلس ويدخلون ويسجلون معنا في منصة الطالب إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر والتقدير للأستاذة شيماء عبد الله الحوسني، رئيس قسم الأنشطة والمهارات الطلابية بمجلس الشارقة للتعليم. شكرا لك.